دكتور محمد، احنا هنقول انترنت الاشياء او IoT، انترنت اوف ثينجز. احنا بنسمع المصطلح ده كتير وناس كتير بتسمع عنه، بس حابين ان احنا الاول نوضح معناه او هو عبارة عن ايه. المصطلح ده مصطلح جديد نشأ خلال ونما في 10 سنين الأخرانيين، اللي هو إنك أنت دايما في تواصل ومستشارات بتستشعر وتنقل البيانات بتاعت كل شيء. على سبيل المثال، احنا في مثلا تطبيق أقدر بستشعر أشوف المية بتاعت المزارع السمكية، التلوث اللي فيها قد إيه، الأكسجين اللي فيها قد إيه، بحيث أدي إيضاح وبيان يطلع أونلاين لمدير المزرعة إن في مشكلة فيها أو إن الأمور مستقرة. الحاجات دي هي دي الأساس بتاع تطبيقات المدن الذكية، تطبيقات البيت الذكي، وكل الأبليكيشنز والتطبيقات اللي بتستخدم لقياس أداء ونقل بيانات بتدخل تحت إطار إنترنت الأشياء. ونما بعدها بعد كده الجزء الثاني بتاع الذكاء الاصطناعي، ان ازاي البيانات دي نستخدمها لاستخراج قرارات مهمه ومطلوبه. ده التعريف البسيط لانترنت الاشياء. يعني الحاجات دلوقتي بقت كلها مرتبطه ببعض، يعني زي ما حضرتك بتقول انترنت الاشياء ده، حد احنا قلنا مثلا حد عايز يراجع بيفتح التكييف من العربيه، هيفتحه وعايز يعرف الثلاجه فيها حاجه ناقصه ولا لا، هيعرفه. يعني ده حاجات انترنت الاشياء دي التطبيقات اللي هي البسيطه، لكن في تطبيقات اكتر من كده في انترنت الاشياء، حاجات في الصحه وحاجات في التعليم وحاجات في البيئه بتبقى مهمه فيها. طيب بالنسبه بقى يعني لو عايزين نعرف اكتر عن تحدي مصر انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، واحنا قلنا دلوقتي يمكن 7 سنين اعتقد ده إيه؟ اعتقد او انا حسب ما انا فاهم الموضوع ده بدا في مصر، ومصر كانت هي الاساس اللي بدات المبادرات دي، صح؟ بالظبط كده. هو عباره عن ايه بقى؟ الحقيقه ان الفكره دي بتمثل طفرة في التكوين بتاعها. طفرة في إيه؟ إنها تعاون ما بين الحكومة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي، في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في القطاع الخاص، شركات دلتا سكوير وأيديا سبيس اللي بيديروا المبادرة، والمجتمع المدني ممثلا في جمعية اتصال. النمط ده بتاع التحالف اللي في الحكومة بتخطط وتدير وتراقب، والقطاع الخاص ينفذ، القطاع المدني يشارك، ده نمط ده بتاع الاساس بتاع هذا المشروع. ويمكن حضرتك تاخد بالك ان الفتره الاخيره الدوله بتتجه هذا الاتجاه. صح. في البدايه كان الهدف منه ايه؟ ان نخلق الوعي لدى الشباب على جميع المستويات بموضوع انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، بدءا من المدارس الاستام الى مشاريع التخرج لطلاب الثانويات النهائية إلى شباب الخريجين، وننتهي بالتطبيقات. يعني حضرتك دلوقتي الموضوع مش مقتصر مثلا على الجامعات بس، يعني حضرتك بتبدأوا من المدارس كمان، بحيث لو في أفكار بدأت من المدرسة تقدروا تأهلوهم إن هم يخشوا الجامعة، والفكرة دي تتنفذ بعد كده تتحول إلى حاجات على أرض الواقع وتبقى شركات ناشئة، مش كده؟ إحنا عندنا سلسلة كاملة بما فيها كمان في مؤخرا التعليم الفني. في التعليم الفني برضو نفس الشيء بنديره، كل على مستواه. الاستم المدارس دول، الطلاب دول هم نواة الشباب اللي يخش كليات الهندسة حاسبات ومعلومات، ثم مشروعات التخرج اللي الشباب بيشتغلوا فيها، ثم بعد كده إلى مرحلة الاحتضان، تنتهي بإيجاد تطبيقات مناسبة. دي اللي بتتحول إلى تخدم التحول الرقمي لمصر. ولو شفت التطبيقات اللي بتطلع، ايوه، في مجال الصحه، في مجال التعليم، في مجال البيئه، في مجالات البيت الذكي، المدن الذكيه، عديد من التطبيقات. لما كل سنه يبقى عندنا 20 و30 تطبيق بيطلع، دول شباب خريجين، شركات جديده بتنشا وتكبر للمستقبل.